أسألكم سؤال، ما هو الباب الذي لا يفتح؟ مرحبا، كيفكم؟ اليوم امتحان يكون عام، رح نفحص عيوننا، وطبعا لازم كل 6 شهور انه نفحص عيوننا دوري. احنا كل 6 شهور بنعمل فحص دوري. وقبل ما نبلش الفيديو تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. يلا نبلش. يلا تعال. يلا حرفيهم زي ما انت عايزه، مفيش مشكله. اتس اوكي. ايوه برافو عليك، برافو فيك كتير. برافو برافو. يلا شوف كيف لوك ذا ريد لاين. يلا تشوف البالونه حمراء ولا ايش؟ بس قوي لوك ذا ريد لاين. بس بس هاي حوالك. بس بس بتحكي بسوي. لا ما تمشيش. بعد ثواني هتبقى كويس. ده كويس. بس خلاص خلاص. برافو برافو برافو. دي حكه. برافو برافو. هي اسكت دلوقتي. اسكت. هذه حكه ولا لا؟ لا خلاص. هتبقى كويسه دلوقتي. خلي كده. بس حلو. خلي ده معاكي. هذول القامة كلهم زيرو والله مبين. ما في شيء غير العبوسة. كده أحسن؟ اردو لا ما تصير صغار. يلا بس يلا احنا لسه كبار اهو. يلا بالراحه. هيلب 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 هيلب. هاي قرب. لا ما تقربيش. ستارت فروم ذا رايت. اوكي. يلا. ستة. سبعة. سبعة برافو. كده أحلى؟ لا. كده أحلى؟ هيك منيح. حلو يلا. نعم منيح. سبعة واللي بعديها؟ أيوة دي كام اللي هو مشاور عليها؟ يلا سهلة أهي. ثلاثة. اوه برافو ممتاز بيرفكت اميزنج. هلا هلا هلا. يلا شاطر شاطر يا روان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 روان ايوه فتح عينك كويس. يس جود فيري جود بيرفكت. يلا روان بليز جو اهيد اند ريد ذيس نمبرز. خمسة أربعة ثلاثة ستة سبعة ثمانية. يا أحسن ثلاثة اثنين ثمانية ثمانية ايش خمسة؟ أيوة برافو. طب قولي دول. يلا سبعة. أيوة شو مش شايف ولا شيء. أربعة كده أحلى. اثنين برافو. ثلاثة بس خلاص كويس. ثمانية زي الفل. اكسل هيت يلا. السن الصغير ده بقى استني الشبكية على الجهاز لازم تلمع. فيها لمعة. فتحها كويس. لوك ات ذا جرين لايت. برافو. فتحها كويس. هيا
نجي لها تخدم بعدين. بس لازم تحركي شو حركي. الثاني كويس قوي. فيكس يا ريد. شو شو؟ بس لوك ات ذا جرين لايت. يس. برافو. أي عيني صلوها برشة بسم الله روان برشة دلع روان يلا ده كويس كتر ده جرين لاين تخفوا أي روان عملت تخوف شو هاد ليش كل شي برشة جي شوف اللامة عاملة زي وطبعا زي ما شفتوا انه دكتور قالنا انه لازم نلبس النظارات عشان نحمي عيوننا كل ما نحضر مثلا بالأجهزة الإلكترونية وبس نقرأ وبس نكتب لأنه إذا حضرتوا كتير 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 بالأجهزة الإلكترونية عينكم رح تتضرر وكمان إحنا كل 6 شهور منروح على الدكتور مشان يغير العدسة أو يظبط إنه يظبط النظارات تبعتنا ويشوف نظرنا كيف صار يعني يفحصنا وطبعاً وإحنا لازم كل شوي نمسح النظارات تبعتنا كتير منيح إحنا هاي نظاراتنا أنا يمكن أغير لونها لأنه ما عجبني كثير الصراحة شوف أنا على هالدرجة عندي مساحتين لازم هيك بهاي الطريقه بنمسح اول شيء بنحط وطبعا هلا هاي النظارات بس عشان القراءه وعشان الموبايل واللي بنحضره وطبعا طريقه المسح للنظارات هي هيك بدكم تعملوا هيك على وحده بدكم تمسحوها عشان تعطينا مطاطيه انا تبعتي رح اغيرها تصير زي تبعت ريا بس لون ثاني انا تبعتي اذا انكسرت بتركب عادي أسألكم سؤال ما هو الباب الذي لا يفتح؟ ما تجاوبيش الباب المفتوح علامة كاملة كام وهاد كان في اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا وحبيتوا إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات و